أزمات اقتصادية وأخرى سياسية تعصف بلبنان، وأحزاب حاكمة تحول دون تحقيق مطالب المتظاهرين الذين لم يدخروا جهداً من أجل التغيير. بعد أن سدت الطرق بوجه الثورة بلبنان في 2019، تأتي التظاهرات اليوم لتؤكد عزيمة المتظاهرين في الاستمرار والإصرار على ذات الأهداف التي اندلعت من أجلها الثورة. بيروت وطرابلس عاشتا ليال عصيبة بعد تظاهرات جوبهت بالذخيرة الحية من أجل القضاء عليها، في مشهد يشير إلى عدم الرغبة مطلقاً في الحوار، فضلاً عن الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين. الكلام الصريح رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قال إن ما حصل في مدينة طرابلس جريمة منظمة، وإن هناك من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها، فيما دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، وطالب بملاحقة من وصفهم بالفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين، متهماً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بمحاولة التفرد بتشكيل الحكومة. أما وزارة الخارجية الفرنسية فقالت إن باريس تحشد جهودها من أجل إنهاء الأزمة في لبنان، تزامناً مع دعوة منظمة العفو الدولية إلى تعليق بيع فرنسا أسلحة إلى لبنان من جراء قمع السلطات للمتظاهرين في طرابلس وبيروت. المواجهات بين القوات الأمنية ومئات المحتجين رفضاً للأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان تنذر باندلاع ثورة جياع وانهيار البلاد بحسب البطريرك الماروني، ما يعني استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمطالبة بإقالة الرئيس ميشيل عون ومنظومته التي اعتبرها المحتجون واجهة لسيطرة ميليشيا حزب الله وإيران على لبنان.